أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب باسمكم جميعا بشيخنا الجليل محمد أحمد حسن. الله يبارك فيك، أهلا وسهلا. كما أرحب بكل مشاهدينا الكرام الذين ينضمون إلينا ويتابعون هذه الحلقة على الهواء مباشرة، ونأمل أن تتابعوا معنا، وأيضا من خلال مشاركتكم سنوسع الفائدة للسادة المشاهدين. عموما نحن وأنتم اليوم نحاول أن نطرق موضوع نحسب أنه بالأهمية بمكان، ألا وهو مسألة الشبهات. الإنسان كثيرا ما يجد نفسه محتار في الوسط، يعني يبحث عن الحقيقة ويبحث أن يصون نفسه من كثير من المشاكل التي أصبحت الآن يا شيخنا مختلطة الأمور. نحن نحاول أن نستدرك معا من خلال ما ربان عليه الإسلام وحدثنا عنه، أننا نبتعد عن الشبهات حتى أنه نختار لنفسنا الطريق المستقيم. نتحدث عن هذه الشبهات وكيف حثنا الرسول صلى الله عليه وسلم حتى أن نكون بعيدين عنها. بسم الله، توكلنا على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمة، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. رواه مسلم. حديث عظيم. إن الحلال بين وإن الحرام بين، يعني الشريعة بينت الحلال وبينت الحرام، لكن بينات في أمور مشتبهة ما بيعلمها إلا القليل من الناس. فمن اتقى الشبهات، يعني أنت يا مسلم شكيت في الشدة، هل حرام هل فيه شبهة أو كده، تبعد منه تتركه. الحلال بين أمور مشتبهات. فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، البترك الشيء المشتبه فيه الحرام كده متردد، يبقى سلم ليدينه ولعرضه. ليدينه ما بيكون وقع في الحرام، ليعرضه الناس ما بيتهموه انه قاعد ياكل يسوي الحرام. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. والزول بيتهامن ويقع في الشبهات، اي شبهه ويقع فيها يبقى يقع في الحرام. وشبه لنا الزول اللي بيقع في الشبهات بالزول اللي بيرعى بهائم جنب خدار الناس. لو ساق بهائم وشرعها بعيد سلم، لكن يجي جنب الخدار بتاع الناس يرعى بهائم، يوم من الايام غنماي خروف يهبش خدار الناس. اي ما كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه. الا وان لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمة. يبقى كل زول عنده حدود في محارمه، بيتك ده الحوش حماليك، بيتك أرضي حماليك، وهكذا ما زول يعتدى على حق زول. وربنا عنده محارم، يبقى كمان ما تعتدى على محارم الله. محارم الله هي حدود الله، نلتزم بأن حدود الله بشرع الله. الشاعر قال لنا ده حرام نخليه، قال لنا حلال نسويه، أمرنا بفعل نسو، وهكذا نطيع أمر الله. ده الحديث عظيم. بعدين في آخر الحديث نبه لنقطة مهمة. قال: ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يبقى القلب ده، وبعديك العلماء قالوا المقصود بالقلب هني مش القلب اللي بيعرفوا الدكاتره يدق الدم يوزع على الجسم. قالوا المقصود بالقلب هني السر الإلهي في داخل بني آدم اسمه القلب، كما قال تعالى: إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والقلب ده يشوف ويفتح ويعمى ويبصر وكذا. إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ولذلك القلب ده يدمح السر الإلهي. القلب ده لو صلح يكون قائد الجسم كله، فسد الجسد كله يفسد، لأن القلب ده هو عليه الرق،
القلب طاهر نقي مطهر من الشرك من النفاق من الرياء من الحسد من الشح من البخل من كل أمراض القلوب، الأعضاء كلها تكون طاهرة. القلب ده مريض بالكفر والشرك والإلحاد والنفاق والرياء والحسد، الأعضاء الثانية تلقى تابع عليه القلب. ولذلك قصة سريعة كنا نذكرها، إنه قالوا لقمان الحكيم كان مملوك، المالك قال له أضبح له خروف، جيب لي أطيب قطعتين لحم في الخروف، جاب له القلب واللسان. تاني بعد الزمن مرت الأيام، تاني قال له أضبح له خروف، جيب لي أخبز قطعتين لحم في الخروف، جاب له القلب واللسان. قال لي يا زول المرة الفاتت قلت لي جيب لي أطعب قطعتين لحم في الخروف، جبت لي القلب واللسان. تاني قلت لي جيب لي أخبز قطعتين، تجيب لي القلب واللسان. قال له نعم. القلب واللسان إن بقى طيبات ما في أطيب منه، إن بقى خبيسات ما في أخبث منه. شوف كلام فيه حكمة، فعلا يعني الساعة الزول تلقى قلبه طيب ولسانه طيب، تلقى زول متواضع يبذل الخير كيف أزاوي عننا، وزوله كما أبو قلبه انكعب تلقى حاسده يحقد الناس يضر الناس ما يتكيف إلا ما يضر الناس. واللسان شغل بالقلب واللسان يبقى. لذلك نحن نتعاهد قلبنا ده نخليه طيب، لساننا نخليه طيب، وده والزول طيب القلب طيب اللسان، أول ما تجي سكرات الموت تنزل عليه ملائكة الرحمة تسلم عليه وتبشر بالجنة. قال تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. نعم. طيب نحن حقيقة أمراض القلوب كثيرة. يعني من أكثر الأشياء اللي بتدمر القلب قلب الإنسان. هنا ذكر العلماء إن مرض القلوب، طبعا القلب ده عنده مرضين، مرض مادي مرض معنوي. المرض المادي اللي بيعرفه الدكاترة تصلب الشرايين الذبحة الصدرية ضعف عضلات القلب، هذا أزول لو ربنا ابتلى بضغط الدم وتصلب الشرايين واخذ المسكنات دي الأمراض صبر. دي مرض مادي أجره عظيم عند الله لأنه ده ابتلاء وامتحان. أما المرض المعنوي اللي هو الزول لما تطهر منه يودي للنار. نفصله وبعد ما ناخذ المكالمة دي من السعودية معنا أم عبد الرحمن. يا مرحب. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أكلم الشيخ محمد حسان. نعم تفضلي. لو سمحت يا شيخنا، أنا عندي 4 رمضانات. فواحد كنت يعني قبل 6 سنة كنت واضعة، ده رمضان الأول. نعم. ورمضان الثاني برضو كنت واضعة، يعني 4 رمضانات كنت واضعة فيهم ما صمتم لغاية الآن يعني. أيوة كويس. نعم. فعايز أعرف أيوة. نعم. المفروض أعمل إيش يعني؟ نعم. كويس. في فتوى عن تخفيف ليك الأربع رمضانات ديلا، تطعمي رمضانين 60 مسكين، كل مسكين تدي وجبة بتاعة الفطور اللي بتناسب عندك هناك، أي كم ريال بيفطر زول، تدي كل زول وجبة فطور توزعها على 60 مسكين. وبعدين فضل ليك رمضانين، الرمضانين ديل إذا هسع فاضلة حامل لا مرضع تجيب لك كراس وتكتب فوقه أنا علي دين 60 يوم رمضانين ما صمتين بسبب الحمل والرضاعي. نعم. وتعمل تصطيرة كده جدول زي ما كنت بتعملي في المدرسة وتبتدي تقضي اليوم الجو بارد تصوم 3 يوم، الجو سخن يومين في الأسبوع، وكل ما صمتي تكتبي 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 لغاية ما السدين عليه، يبقى عندك 4 رمضانات. التخفيف ليك يبقى كما جاء في فتوى انك تصومي تطعم رمضانين وتصومي 2، اي يعني نص. نحن طبعا هسه رمضان قرب، هل تصومي قبل رمضان ولا تبتدي ممكن تقضي؟ اول ما رمضان يجي توقف القضاء تصوم رمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصوم، بعد ذاك بعد ما يفوت رمضان وتعيد تنجم يومين 3 تبتدي تقضي. نعم. عليه ما شاء الله في الاسبوع تصوم يومين. نعم. بالسدي ان شاء الله التوفيق. طيب نحن نرجع لأمراض القلوب. أيوة. مرة ثانية قلوب العلماء عدوها 20 نوع. المرض المعنوي الكفر الشرك الإلحاد النفاق الرياء التكبر الحسد الشح البخل الضغينة الشحناء البغضاء شدة الخصوم، وهكذا تعيد لغاية 20 نوع. وكلها أمراض معنوية. نعم. والشافي من هذه الأمراض الخطرة. نعم. القرآن. قال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. نعم.
وفي الحديث الصحيح الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن هذا القرآن هو حبل الله المتين وهو النور المبين وهو الشفاء النافع. يبقى القرآن، الزول بيحب القرآن يكثر من قراءة القرآن، ربنا يطهر قلبه من الأمراض المعنوية. إن شاء الله. طيب نأخذ مكالمة معنا من الشمالية. مي، يا مرحب. ألو. ألو. مرحب. عندي سؤال مع مولانا الشيخ محمد أحمد حسن. نعم تفضلي. شيخنا نحن بنات وما عندنا أخ قدامنا وأبونا متوفي. عندنا أهل هنا، أبونا أبي عنده ورثة أرضية ودائما معانا في نزاعات. ما يعني لدرجة واحد جاء منهم وهددنا بالقتل في البيت. نعم. جاء واحد منهم. وهددنا بالقتل. هددكم بالقتل؟ اي هددنا بالقتل، قال لي امي عندك بنتين حتفقديهن والخساره عليك. ايوه. هو يقرب لكم شنو الزول ده؟ يقرب لكم شنو؟ يا ولد عمتنا طوالي. سمع، انت هسه ابوك توفى الله يرحمه. نعم. وترك لكم بيوت وارض زراعيه وكذا مش كذي؟ نعم. وزحتوا التركه دي ولا لسه؟ والله ابويا من حياته يعني ما اخذ حاجه القليله وما سالناهم. لما عملوا بيضهم عملوا معانا المشاكل دي، قمنا لمينا جماعه من الاهل وقلنا لهم ياخذوا حقهم الشرعي ويدونا باقي حقنا. طبعا ابويا متوفي ما عنده ولا. اي ما عنده ولا. طبعا في الحاله دي امك كنت تاخذ الربع التمن والباقي ذاك، انتن البنات عادتك مهما كتر تاخذن التلتين. التلت بيمشي للعصبة بعدك الموضوع ده سهل. لا انا ما سؤالك كده شيء. قام عملوا معانا، قام قال لنا، قال لهم عندك بنتين حتى تفقدين. السبب شنو؟ خسارة عليك في البيت. ما ما قصده من الكلام ده شنو سويتوا لي؟ شنو قال لي اختي اماني امي، قال لي بنت اختي اماني امك ما بتقدمي كويس. خدي بالك يا بنت. انا نعم ماشي معاك، ده اوريك انه حصل قطع رحم في الكلامات دي. سامع. قامت ما صدق، بعد ذاك عندنا شاي قدامنا اديناه وياه وشربه، وثاني لما نجب على حلو نفس الكلام قال. اصبحنا بكره نزلنا الجزيره، لقينا عمتنا شايله لها عصايتين ومنجل بقلع الجريد، عملت منجل، عملت لنا ضرب بشوط 5 أنفار. يعني مشاكل اسريه يعني. نعم. جينا بكره النزل ذات الرجل ده ومعه اسرتنا اولاد عمنا وهنا. انا بفتكر انه لا تمشوا القانون انتم. تمشوا القانون تبلغوا البوليس في حاله. ما مشينا القانون وبعد ذاك وصلنا لدرجة القانون لحسها مستمر، ما القضايا ما انتهى. ما خلاص نحن عشان قضية ذاتها مرفوعة حقه نحن نجيب على الجانب الشرعي فيها. قصدي للشيخ انه نحن لحسها ما في زول بيد زول السلام من قاطعين انقطاع شديد. نعم خلاص احنا ما هي المسألة نفسنا، نحن دارنا نجيب وضع الرحم هنا ده. سمع. اي عسى انت قلت الموضوع كله رفعت له القانون والقانون بياخذ اجراءاته. نعم. لغايه ما القانون ده حطام الدنيا ده ما يخلينا نقاطع الارحام. نعم. يتواصلوا ويزاوروا في الحاجات الكبيره وخليكم مع بعض، ما مش حطام دنيا فاني تتقاطعوا. وان شاء الله ما دام الامر وصل القانون حينصفوكم ويدوكم حقكم تمام. اي والزول اللي بيهددكم ده البلد ما فوضى، القانون برضو بيثبته في محله. بيكتبوا تعهد اي حاجه تحصل للبنات دي انت مسؤول. بس صبري شوي ان شاء الله. نعم حقا نحن ندي نصيحه عامه للناس زي ديل في شحنا. أيوة. قاعد تحصل بين الاسر. أيوة. وحاجات صح. بسيطه زي ما ذكرت انت، بسيط حطام دنيا فاني. وهم يتقاطعوا ويتخاصموا فيه. لا زول يتقي الله وربنا حيحاسبنا يوم القيامه، يسالنا من الصغيره والكبيره من اعمالنا. نعم. ودي ذات من امراض القلوب، التقطع الشده في الخصومه. أي صح. أي يعني الانسان ما يفجر. اي صح. الاسلام حسان على. نعم صحيح. من علامات النفاق اذا خاصم فجر. اي شده الخصومه والعداوه وكل ما غاب شنو حطام دنيا. نعم بقى. نعم. نحن كمان ندي نصيحه للرجال يعني ودي النساء. أي يعني نحن الرسول صلى الله عليه وسلم اوصانا بالنساء. المفروض اي صحيح. كن محتني بالنساء. يعني نصيحه للاسره دي تكونوا متعاونين ومتاخين وتتكون الاسره والاهل ذات يحلوا المشكله دي. كان المفروض تتحل قبل ما تمشي للقانون، لكن ما دام وصلت القانون ان شاء الله بتتحسن. لكن نعم. ما يمنع ده انكم تتواصلوا معنا. نعم ان شاء الله. طيب معنا من الخرطوم الاخ عبد الحميد، يا مرحب.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. نعم. مرحبا يا شيخ. يا شيخ محمد. نعم. الله يكرمك ويكرمك. الشيخ محمد قبل كم يوم كان في محاضرة هنا على الجهاز. نعم. كانت على الجهاز وكان في شيخ قال إنه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث إنه نعم. يحب من دنيانا ثلاثة. فأنا هل الحديث ده صحيح يا شيخنا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما ذكر ثلاثة لأنه في زاد المعاد. أي. وكأنه كان بيتكلم ما سمعناه معلش، لكن يبدو أنه دارق كده قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يحب من دنياكم ثلاثة. نعم. اللي هي لم نسكن منها الطيب والنساء النساء هي وجعلت غرة عيني وجعلت غرة عيني في الصلاة. صح. دي حديث صحيح يعني. معنا يا عبد الحميد. كل صدقة عبد الحميد لو معنا أسمعنا بالتلفون، أنا سامع صوت تلفزيون. خلاص يتردين عليها. نعم نعم. هو يبدو انه الكلام سمعناه منه ان شاء الله يكون صحيح. اي شيء بيكون يقصد. هو قال يحب من دنياكم ثلاثة اللي هي ذات ثلاثة ذكرناها عندي الطيب والنساء وجعل غرة عيني في الصلاة. نعم. طيب احنا حقيقة الشبهات كثيرة الان، يعني احنا كثير من الناس الان بيستخدموا بيقربوا من المحرمات وذكرنا الكلام ده كثير جدا. في ناس بيستخدموا السجاير، بيستخدموا الصعود، بيستخدموا المشروب المعروف بيعملوا في عيد الضحية بتاع الشربوت والدكاي. نعم. دي كلها يعني زي الشربوت والدكاي دي برضو من الشبهات. ولو انه هي فعلا من الشبهات الزول لو تركها يبقى خلاص سلم لدينه ولعرضه. كذلك طبعا السجائر والتنباك والشيش كان زمان من الشبهات، لكن هسه عجزم العلماء مجمعة الفقه على حرمة السجائر والتنباك والشيشة لأنه ثبت طبيا أنها مضرة بصحة الإنسان. وهكذا شبهات في البيع في الشراء حاجات كثيرة زول لو شك في شيء وربنا قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الزول أول حاجة يسأل بعدك يجي يشوف قبل ما يعمل الشيء يتأكد منه، لأن في ناس كثيرين بعد ما يقعوا في المعصية يجي زول يسأل. يعني مثلا أضرب لنا مثال، زول يكون مثلا يمشي يدلي بشهادة قدام اللجنة بتاعت خاصة بتاع الإسكان، يمشي اللجنة تحلفه وخذ يدك على المصحف واقسم بالله العظيم وكتابه الكريم إن الأوراق المقدمة دي صحيحة، ويكون هي ما صحيحة ويحلف ويسلموا الأرض ويجي بعدك يسأل. ليه أنت أسأل قبل ما تمشي تأكد. هاي. وكذلك يعني في أشياء كثيرة إنه زي مثلا واحد يقوم يطلق زوجته ويقول أنا يقول طلق زوجته ويقول زوجته كانت حامل ويقول إنه قال طلق الحامل ما بيقع. هوالي الحياة تحصل. ليه أنت ما تتأكد أول شيء؟ طلق الحامل يقع عند كافة العلماء. ما في واحد من العلماء لا من السلف لا من الخلف أفتى بأنه طلق الحامل لا يقع كلهم. قالوا طلق الحامل يقع. نعم نعم. طيب معنا من السعودية معاوية. مرحب. ألو يا معاوية. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ألو السلام عليكم. عليكم السلام, عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أبو الشيخ؟ الله يعافيك. يا أخي أنا بس بستفسر أنه عندي أخواتي كان بأراد من نقلوش يعني في وراثة. أي. وشفت كيف؟ ألو؟ نعم معك. هاي شفت كيف انه ماسكين انا منين يعني وديت لهم في يدنا عارف بياكلني ويودرني. صوتك ما واضح يا معاوية. صوتك راضي طالبه تعرف ان سؤاله ولا واحد على مفادي فدارا لهناي مين يودرني ان شاكي كده واحدة واحدة. انت قلت اخوانك ديل دارين منه داير منهم قروش ميراث مش كده؟ قروش بتاع ميراث ايوه بتاع ارض بتاع ارض أظن لي. أنت أحكي لنا القصة. قول لنا والدنا توفى أو أمنا توفى تركت أرض والأرض دي وزعتوها ولا لسه؟ ها؟ وهم البيت نحن مخليني يعني للأجرة كاملة ودحدين الشرع. أها. إن ينقلوشي في البيت ده أنا ما أسكن يعني ممكن أديه لهم عندي الإمكانيات دي عليهم صح؟ نعم. فهم بودي لنا يعني ما داري ودي لك مجبور أن أنا أحد أخذ لها وأعطى في المناطق الرخيصة بقروش دي إذا حصل لها مرض بعدين إذا حصل لها حاجة الواحد يكون محتفظ بحقها واجد معه. شفت كيف؟ وهم يطالبوا بحقه يقول لك لا انا بدينا قروش احنا لانه اشتريت كذي لانه سويت كذي. فما عارف راي الشيخ شنو في الحته دي. انت قاعد تاخرهم يعني ما قدرت تديهم اليوم اسي؟
ما قال داري خلاص ما محتاج انا شفت الواحد كان محتاج انا ضروري بدالي نعم نعم لكن بودر القروش انا عارف انت عارف السودانيين بودر القروش في اي شيء نعم يعني دخلنا في حياه صارت تسوي بها شيء طيب الناس ديلا اخوانك ديلا واخواتك ديلا بالغات راشدات ولا قصر متزوجات ايوه متزوجات سمع حنا نجاوبك السؤال ده طبعا هو انه عنده ورثه يوم من ابوه ومسك المال هو واخواته ديلا متزوجات او ما متزوجات الوحده بتطالب بنصيبه في الميراث عشان قالت تشتري قطعه ارض كده هو بيقول له لا القروي دينا ما بديك انها تشتري بنا الارض احفظ ليك الا طوارق الليل والنهار نعم. لو حصل لك طارق مرض او شيء بقوم اديك اسر ولكن ده برضو طريق خطا غلط الميراث نظام دقيق وما دام الاخوات ديلا النهارده ما قصر بالغات ومتزوجات كل واحدة تديها حقها أي بعدك بطريقة أنت ما مسؤول منها ما دام تزوجت وهي أختك ما مسؤول منها مسؤول منها زوجها أديها نصيبة في تركة أمك وتركة أبوك كل واحدة أديها نصيبة تم ترمي في البحر أنت مالك دعوة لكن تمسكه وتقول لي أنا بحفظ طوارق الليل ده مخالف للشرع لأنه الميراث يوزع طوال على الفور توزع كل واحدة من أخواتك أديها حقها بعد كده إذا حصل لها طارق زوجها موجود ما حصل لها طارق وإنت عندك إمكانيات تطوع ساعدة. منك تساعدة ماشي ما عندك لا يكلف الله نفسا إلا وسعة لكن تمنعها حقها ميراث أفرض أختك دي ماتت يبقى في الحالة دي معناته أنت منحت حق أختك من الميراث حي يبقى الحساب حيكون صعب يوم القيامة يبقى نصيحة يتخلص من المزالي نصيحة لي أخونا أوزي كل زول في أخوانك أديه نصيبه في الميراث إذا كان ولد بيت قاصر وانت بترعاهن تحتفظ ليهن حقهن نصيبهم في الميراث تنمي ليهن لما يبلغ تسلمهم قروشهم هذا الصحيح نعم. نعم طيب معانا من السعودية محمد عثمان يا مرحب ألو أهل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته كيف الحال يا أخي نعم تفضل السلام على الشيخ محمد حسن بارك الله فيك يا أخي عندي سؤال أنا كان عندي الوالد متوفي ألو نعم نعم معك عندنا الوالد متوفي وكان مخلي المعاش بتاعه وأنا على طول بروح بصرفه وسألته وقالوا لي حرام أي سمع كده قبل ما تمشي بغادي أنت هسع على أمك حي ألو أي نعم أمك حي لا والله الوالدة متوفية وأنا أصغر واحد في البيت أنت أصغر واحد في البيت عمرك كم سنة؟ أنا مغترب في السعودية عمري زي 31 31 نعم وأخوانك التانين ما في أنت أصغر واحد نعم أنا أصغر واحد أيوة يبقى طبعا يا أخي الميراث ما بيورس الأسف نعم. العظيم المعاش ما بيورس طالما انك انت بلغتها عمرك كم 30 سنه معناته انت كان تستحق الميراث لغايه ما عمرك يكون 18 سنه ما تجرد 18 سنه اصغر واحد في الاولاد في البنات في الاول بيت تزوجت الولد سنه وصل 18 سنه ما بيستحق المعاش هسه انت اكتب جواب لناس المعاشات ايوه اي تكتب جوال ناس المعاشات أخوانا والدنا فلان فلان كان موظف في الخدمة المدنية وكان بيتقاضي معاشا من الصندوق القومي للمعاشات وأنا كنت بصرفه عشان كنت قاصر مع أمي أمي ماتت وأخواني كلهم بلغوا الرشد وأخواتي تزوجن وأنا آخر واحد أرجو إيقاف هذا المعاش طوال يوقفه لأن المعاش ما بيورس هي يصرف للقصر مجرد الولاد بلغوا خلاص يوقفوا المعاش يصرف للقصر يعني ولو هو ذاته لو حي هي لو هو اللي زاد سد المعاش الحي يصرف زوجة الوالد كان قبل ما يتوفى هو كان عامل لي توكيل نسبة للظروف الصحية وأنا كنت بصرفه على طول وكنت كل ما أرجع من هنا بعد سنتين بصرفه بصرف المعاش بتصرف به وكنت سألت واحد كذا قال لي يا أخي ما حرام شيخ جمنا قال لي حتى لو حرام جيبوا تبرع لي المسجد اللي عندنا ده لا 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 لا, لا. الكلام ده احنا ارجع انت لي عشان تتاكد من كلامي ده اتصل بناس اداره الصندوق القومي للمعاشات والاخوان حاصل كذا كذا طوال في الحرمه دي مولانا لائحه تنظيميه للصندوق مثلا ولا هذا قانون قانون ان المعاش ما بيورث النهارده ده كان مكافاه قبض كان شغال في شركه وقبض مبلغ مثلا من المال مكافأ يدخل الورثة لكن المعايدة بيستقطعون من مرتب الزول
هو شغال موظف يستخدم منه 5% والحكومة تأخذ عليه 5% أو 15%. لما زول ينزل المعاش يقوم يطوال بترتيب نظام يمشيله معاشه شهري 100 جنيه 150 وهكذا ويصرف المعايدة طالما حي. أول ما مات يقوم طوال الولادة الحيين إذا وصلوا مرحلة 18 سنة والبنات تزوجن والزوجة حي دير كلهم معاشهم يقيف يمشي للزوجة نصيبة. الزوجة ماتت خلاص يوقف المعاش. لكن ولاد متزوجين وبنات متزوجين يصرفوا المعاش أسف الحالة دي رجع على الصرف ده ولا يمشي غير يتفاهم على سنة عشر. شكرا جزيلا. سنعود لمشاهدينا الكرام في هذه الحلقة عقب الفاصل إن شاء الله. نرحب بمشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ الجليل محمد أحمد حسن على الهواء مباشرة. كما نحاول أن نلقي الضوء على مسألة الشبهات. قبل تحدثنا شيخنا عن قضية لها علاقة بهذه المسألة. نحن حقيقة القلب استفتاء القلب. يعني المسألة دائرة إخلاص نية. يعني الزول مرات بينه وبين نفسه بيعرف الحقيقة. صحيح. لكن يتغاضى عنها. أيوة ده موضوع مهم جدا. لذلك برضو حديث ثاني عن الحسن بن علي رضي الله عنه. قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا حديث صحيح. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني يا مسلم أترك الشيء اللي بتشك فيه أمشي للشيء اللي ما بتشك فيه. هاي دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. بالنسبة للإنسان واضحة بينه وبين نفسه. واضحة فعلا اللي يتحرى. وهنا أنت شكيت في شيء شكيت هل الشيء ده حلال أسأل. قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الشك ذاته ينقض الوضوء. لو شكيت في وضوء ده خلي في مسائل يعني فقهية كبيرة يعني اللي تكون زول موسوسة. نعم. نعم. طيب نحن معنا من السعودية أخ محمد مرحب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخنا؟ الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. ممكن أكلم الشيخ؟ نعم تفضل يا حمد تفضل. الله يبارك فيك. كيف حالك يا شيخ محمد؟ الله يبارك فيك. الله يسلمك يا أخي. يا شيخنا أنا عندنا بيت في السودان. أي. وانا مسؤول من 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 الوالده واخواتي مقيمين برا 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 المنيف السعوديه. اي ف يعني المبالغ دي بوضعها في 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 البنك. سامع. ف يعني مبلغ قريب يمكن ل 40 مليون وكذا في بنك الدرمان الوطني. سامع. فبعد سنتين احتجت ان اشيل المبلغ. قالوا لي يا اخي هي زادت ب يمكن 44 او 45 مليون. ما شاء الله كويس. ف هي النسبه الزياده دي انا اخواتي الحمد لله ملتزمين وكذا. قالوا يا اخي احنا الزياده دي ما دايرين. ايوه بيقولوا يا اخي انه ريبه وكذا. كويس. وانا برضو ما الحمد لله يعني وضعنا الله يرحم الوالد وضعنا كويس. أيوة. وما يعني ما محتاجين للمبلغ. الوالده مصره بتقول يا اخي المبلغ ده انا ما دايره ولكن عندنا اهلنا مسكين في السودان نطلع المبلغ ده ونوزعه عليهم يعني. كويس. بدل ما يرقد في البنك. سام خذ بالك. فتعالت انا في السعوديه قالوا لي بيقولوا يا اخي انه الزياده ممكن تكون زياده ربويه وفي ناس بيقولوا يا اخي انها تجوز وكذا. كويس. فما راي فضيلتكم يعني. سام خذ بالك. انت القريد دي اخذتها في بنك درمان الوطني في وثيقه استثماريه مش كده؟ هي وديعه استثماريه. بس خلاص. بس هنا في خلاص خلاص خذ بالك. خذ بالك من الاجابه. نعم. طبعا هنا بنك درمان الوطني يعني بيتحرى عنده وثيقه استثماريه. مثلا انت عندك القريد وديعه استثماريه خد قروشك دي. والقريد دي في بند اسمه قسم الاستثمار. يشيل الودائع الاستثماريه دي انت خد 10 مليون انت خد 20 انت خد 30 يجمعوها ويدخلوها في مشاريع تجاريه. الربح اللي بيطلع يقوموا يدوا يشيلوا نصيبا حق ضرائب حق البنكي والباقي يوزعوه على رؤوس الأموال بتحت الوثائق الاستثمارية. وكاتبين في الوثيقة الاستثمارية أن الوثيقة الاستثمارية دي ما بيتعاملوا بالربا ولا بيحددوا لك النسبة. انت خدت مثلا 10 مليون في وثيقة استثمارية ما بيقول لك نديك نسبة كده
ما زي البنوك في بلد برا يقول لك انت العشرين مليون بتاعك دراجة خسرنا ربحنا نديك فيها 20% فايدة. ده هو الأرض جرى منفع ربا. لكن عند الوثيقة الاستثمارية يقول لك قريش يبنينا شغلة الربح طلع كثير نديك كثير، طلع شوي نديك شوي، ما طلع خالص ما نديك. دي الوثيقة. يبقى أقول لي أخونا اطمئن انه القريش بتاعتكم دي الوثيقه الاستثماريه اللي خدتنا في بنك درمان الوطني يبقى حلال، الربح اللي ادوكم اياه حلال 100%. حلال 100% وتخلوه ده حق اخواتك احتاجات ليهم. ممكن تد عليه كيف كنت تطلع، لكن تطلعوا زكاته، شوفوا قريشكم في البنك دي كم كل سنه تزكوها، والربح اللي بيجيكم من البنك حلال. وكل شيء نزكوا لأن هي ما من رأس مال البنك، إنما أموال بتاعت ناس. أنت شوف عندك 20 مليون في البنك كل سنة تزكيها، الربح اللي بيجيك يضاف برضه تضيف الربح لرأس المال وتزكي. يبقى أكرر لأخونا أقول لك إنه القريش كون دي حلال 100% ما فيها أي شبهة، والربح جاك وريش عليكم حلال. هي يبدو يا شيخنا إنه لو كانت في حساب جاري يكون فيها مشكلة. لدي ما وديعة. دي وديعة استثمارية عشان كذا. ما فيها شك. ما في اثنين شك. بعدك عندنا البنك الدرمان الوطني من البنوك الإسلامية ما بتدعم بالربع على الإطلاق. نعم. نعم. هو لأنه زي ما قلت لك قبل في حساب جاري داسه ما بزيد ثابت. أيوة. داسه حساب ما بزيد ما فيه زيادة واضحة وفي الوثيقة ذاتها لما تجي تكتب أنت بيوروك الشروط بتاعت اللي. أيوة. مكتوب ذاته إنه بيدعم البنك بدي الوثيقة دي من بندعم بالربا خالص. حلال 100%. نعم. لكن لو حدد لي قال لي بديك في السنة 5%. لا ما بيحدد. لأن ما في بلد برا السودان. لكن في داخل السودان ما بيقول الكلام. ما بيحددوا. لا. نعم. طيب نحن يمكن يكون وصلنا سؤال يعني من خلال خاص برضو له علاقة بالأموال. كثير من المزارعين بيزرعوا مساحات كبيرة جدا في السودان، وهم مرات بيشيلوا تمويل من البنوك. يعني بيكونوا يعني لما يحصدوا بيكونوا مطالبين قروش. هم بيشتكوا من انه الزكاة بيجيهم وياخذوا منهم قبل ما يوزعوا او سدد ديونهم. والمساله دي قاعد تحصل يعني في الخلق كثير يعني كثير من المزارعين. واصبح عدد من الناس بيحتجوا على هذه المساله. دارين نشوف الراي الفقهي كيف يطلعوا زكاه الحصاد في حاله زي دي. طبعا الراي الفقهي انه الزول لو سرب على الزراعه تقاوى بذور مويه حاجات كده يطلع التكاليف، بعد ذاك الباقي ذاك اذا زرعت دي مطريه نصف العشر، واذا مطريه العشر، واذا بتكلفه نصف العشر. دي الحاجه المعروفه في زكاه الزراعه. لكن اذا صرف عليها مواد سماد بذور حراتة يخصم من التكاليف، بعد ذاك الباقي ذاك يطلع منه زكاة. دي يعني الحاجة المعروفة. يعني كل المزارعين إن شاء الله بيكون الحكاية دي كل ما في النزل والزكاة عارفينها يعني. لكن الحاجة المعروفة في الفقه إنه التكاليف الزراعية تخصم بعد ذاك من الباقي يطلع زكاة. رغم إنه التكلفة عالية حقيقة. تكلفة عالية بتاعت الزراعة الآن. نحن ناخذ معانا من السعودية حامد. ألو مرحب. ألو مرحب. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نسأل الشيخ. نعم. تفضل. كيف الحال؟ نعم تفضل. بس شيخ بسأل يا هو المال المشكوك في أمره كذا. أي. اللي هو أنا متزوج. أي. ويوم كان عندي هذه الشركة زين أيام السيارات هذيك كورولا. وعندي صاحبي. أي. فاز زوجته فازت بالسيارة. نعم. عند صاحبي زوجته فازت بسيارة. فازت ومعي هنا وبعدين مشى هناك. يعني هربت يعني؟ المهم اتصرف فيها نسيبه. يا حامد. نعم. هي يعني سرقت سيارة من المعرض؟ لا مش اتسرقت. أيام فايز السيارة زين. فازت يعني؟ زين. فازت. هاي فازت مسابقة أي فازت أيوة شركة زين. نعم سمي. نحن حابين نقول الشركات يا حامد لو سمحت يعني ما نذكر يعني جهات معينة يعني. نعم قلت لك ما نذكر أسماء لشركات معينة. نعم لا ما أسماء. أنا بعني لك إنه مثلا زوجته فازت. هو هنا بس يعني هو قال متظلم إنه نسيبه بعد ما زوجته فازت بالسيارة. نعم هو زوجته قالت لي انه نحن ما ادونا السياره الا بعد ما انا مشيت المره الاولى عشان استلم، والمره الثانيه عشان ابصم للشركه، والمره الثالثه عشان المهم مشت ثلاث مرات.
والمهم ابوها اخذ السياره باعها واخذ الفلوس، وهو بيقول انه الجوال صح حق والشريحه مشتريها الوالد لبنته. والمهم الوالد طمع في السياره في الفلوس وما داي له، هو ما رضيان وزوجته ما رضيانه، بس ما قدروا يجيبوا معه موقف غضايا ومحكمه كذا، والزوجه ما رضيانه اللي هي بنته وهو برضه ما رضيان، لكن كمان برضه ما قدر. نعم. فبس هو داير الفتوى حتى اتصلوا، هو حتى لو ما وصل هو خلاص هو قد يكون قنع، لكن يعني شكله كذا متعلم فيها لسه. نعم. شكرا جزيلا. في طبعا المجمع مجمع الفقه الاسلامي كان طلع فتوى بوقف المسابقات، هي وقفت فعلا، هي وقفت. طبعا المسابقه اذا فيها ادفع واربح دي طبعا حرام، واذا فيها اجتهد وابحث وجاتك الجائزه حلال. هاي يبقى دي الموضوع ده طبعا فيه يبقى من الشبهات، لانه ما كانوا عارفين الزول دي لما كذبت العربية دي من الشركة لطرح المسابقات، ما كانوا عارفين انه في الشدة حرام. بعد ذاك المجمع طلع فتوى وبينه الشدة حرام ووقف. يبقى في الهن ده فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف. يبقى الموضوع ده دي الفتوى، لكن نقول لي أخونا السائل ان الموضوع ده مدام أسرة البيت مع أمها وزوجها وده كلها ناس أسرة واحدة، حقه يقعدوا كده جلسة ودية كده ويتفاهموا في القروي دي يوزعوا عليهم. نعم. أو يعفو. أو يعفو أو يسامح فيها. نحن حقه بالمناسبة دي مسألة العفو دي أصبحت شبه مفقودة. أيوة. نحن عارفين من عفا وأصلح كان أجره على الله. الله يعني كون الإنسان يكون أجره على الله سبحانه وتعالى دي مسألة عظيمة. عظيم كيف يتجاوز الإنسان ويصفح عن الآخرين؟ الزول بيصفح يسامح ده. الزول دائما تلقاه خات الدنيا الآخرة في باله، متصور الحساب والعقاب، ومتصور جهنم، متصور الجنة ونعيم الجنة، عشان كده طمعان. والصحابة كان الواحد يحلف يقول أنا كأني بعين في الجنة رائعين. وبيقولوا الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان يحدثنا عن الجنة والنار فكأنها رائعين، زي كان إحنا نشوف فيها. أي لكن هسه الغفلة من النعيم بتاع الآخرة والغفلة من جهنم وشدة غليانة وسعيرة خلى الناس موضوع العفو ده ما بتنازل منه، لكن الزول بيذكر ثواب الله ويعفو. فمن عفى وأصلح فأجره على الله. وفي الآية ربنا تبارك وتعالى قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. شوف الجزاء المترتب عليه. نرجع للموضوع ده إن شاء الله تاني. معنا من السعودية أم محمد، مرحب. أي السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معكم محمد من السعودية. لو سمحت أكلم الشيخ. نعم. يا شيخنا أنا في السعودية هنا بأولادي وزوجي توفى والولد الكبير معاي وكلهم معاي. الولد الكبير يا شيخنا اتزوج من السعودية هنا وبدون ما يكلمني. وعندي واحد كان في ألمانيا وفي السودان في رجع ويتزوج ألمانية، ولما خلف من الألمانية حتى أنا سمحته يعني كلموني الناس. قالوا لي ولدك يتزوج وخلف. والكبير انا قاعده معاه فوق البيت هنا ويتزوج ويلد وقاعده معاه في البيت وسايره مشاكل يا شيخنا. يعني لو اديتني التليفون من الكنترون عشان اقدر اكلمك بالمشاكل العائليه دي ما اقدر اقول لك في التلفزيون. وافتي لي في الاولاد اللي تزوجوا بدون ما يكلموني والا اسمع من الناس. وانا ربيتهم وتعبت فيهم واسفت فيهم وكل جهدي كملت فيهم وبدون ما يختاروني يعملوا الحاجه. وهسه ده في السودان. الالمانيه لما خلف منها حتى عرفتها. واللي هنا برضه بنفس الصوره، ولما اتكلم معاهم يطلع صوته علي ويتكلم معاي ويهيج ويخليني ابكي. يا شيخنا انا بتكلم براي بجد، حالتي النفسيه ما كويسه خالص، بقيت اتكلم براي وما قادره استغير واقول اطلع الشارع احوم وانا قاعده في غربه وده في السودان. بس افتي لي انا اتعامل مع الاولاد ديل كيف او اعمل شنو او اتصرف كيف؟ ودار الرقم حقك من الكنترول. ان شاء الله ربنا يعينك. المخرج يمكن يديك الرقم التليفون. ان شاء الله. بعدك نقول لي اخوتنا يعني فعلا ولادك ديل غلطانين. المفروض انه كان يشاوروك اللي هو قبل الزواج
وياخذ موافقتك وتحضر عقد زواج وتفرحي وهكذا كان يكسب رضاك لكن خالفه. هاي شوف ده لغايه ما زوج ولد حتى ان سمعت امه الخبر من الناس الثانيين انه زوج ولد والثاني زوج برضه من السعوديه وبرضه ما اداها خبر. ده يعني خطا يعني مخالفه للشرعي ومخالفه عقوق للوالدين. لكن اقول لاختنا فوضي امرك الى الله وصبري واحتسب اجرك عند الله واجرك تربيتك لاولادك وتعليمك ليهم ده كله عند الله ما بيروح ما تضيعيه بالجزع وكذا تقول حال الكلام اللي ما تقوليه انك تطلع الشارع. لا وصبري واحتسب اجرك عند الله ده ابتلاء وامتحان يبقى امتحانك جفي ان ولادك ديلا ما قاعد يشاوروك وانش الزوج وما يشاوروك ده امتحان ليك هل تصبري او ما تصبري يبقى صبري وارضي بقضاء الله وقدره واحتسب اجرك عند الله وكتر حسناتك ثوابك عظيم ويوم القيامه بيشال منه الحسنات ليك انت لان حقك ما بيصغر حقوق العباد ما بتصغر. ايوه صبري واعفي منهم بس ما ادعيهم بالبطال ادعي لهم بالخير ان شاء الله ربنا يهديهم. اي ده المطلوب منك والنصيحه اللي بنقول لك اصبري واحتسب اجرك عند الله وفوض امرك الى الله وكثر من حسناته وكثر من ذكر الله ان شاء الله ربنا يعوضك يدخلك الجنه وتسعد في الجنه احسن لك من الدنيا ومشاوره ولادك. نعم نعم اي وبعدك خذ التلفون من المخرج كنترول ان شاء الله بعدك للموضوع. نعم نعم نحن ناخذ معنا من ابو ظبي هيثم. يا مرحب. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حياكم الله وأولا يعني نشكر أسرة البرنامج و عندي سؤال للشيخ. نعم بارك الله فيك. نعم تفضل تفضل. للأسف الشيخ محمد الحسن عندي سؤال يعني بخصوص إدارة التلفزيون. أي. يعني بتكون في برنامج كورة أو برنامج يعني شيء كده يجي وقت الإذان يجيبوا شريط على التلفزيون حالا اخر صلاة المغرب او العشاء او المغرب على حسب الاحزاب. نعم. يعني هل انه البرنامج او الكورة شغالة دي انه هم من الاذان؟ يعني كان لو ما في برنامج او ما في ناس بيجيبوا الاذان بيأذن بعدين بيواصلوا البرنامج. ليه لما تكون في كورة او بيكون في ناس بيجيبوا شريط؟ نعم بعرف حكم الدين في الحته دي شنو. نعم نعم شكرا جزيلا. هذا اداره التلفزيون طبعا. اي اداره التلفزيون. اي ان شاء الله انا اخواننا في اداره التلفزيون يكونوا سمعوا السؤال بتاعك ده وبيكون بيرد عليه ان شاء الله. نعم وعموما نحن هي المسائل مختلطه على الناس. يعني صحيح. احنا ما نقدر نفتي باسم ناس التلفزيون. هي لكن في النهايه تعظيم الشعيره ايوه هو امر مهم. نحن كيف نعظم شعيرة الصلاة؟ يعني الإنسان يعمل شنو عشان ذات بركة للتلفزيون يعني لما يجيب يأذن في أوقات الصلاة بركة إن شاء الله ربنا يطرح البركة في التلفزيون وفي مقدمين البرنامج وكفار لذنوب عندما لزنهم فضل عظيم. والرسول عليه الصلاة والسلام قال أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. والعلماء قالوا عبر بطول العنق المكان المرموقة. ودائما العرب لما تعبر عن مكان التنزل المرموقة يقول لك فلان طويل العنق. يبقى مكانته عالية يوم القيامة الناس اللي بيأذن. والتلفزيون لما يسن اللزان في الأوقات إن شاء الله التلفزيون ده ربنا يعلم إن شاء الله. طيب إحنا لو رجعنا لأم محمد دي حقيقة هي مرأة مقلومة وجرحها غائر شديد. نحن ما يفوت علينا انه في حالات زي دي شبيهه كثيره جدا جدا بالذات في الغربه. الناس ظروف معينه خلتهم هناك مغتربين. صحيح. وكثير من الاولاد بيفلتوا عن ابائهم وامهاتهم عن طريق التطور الحاصل في الغربه. يعني هم بكونوا وقت طويل جدا جدا بكونوا في الغرف الخاصه وكذا وبيهتموا بالتلفزيون. يعني ربت معاهم الاجهزه الاخرى من الفضائيات اولادهم. نحن كيف نغيم ونعظم نكون قريبين من اولادنا عشان ما يفلتوا مننا بعدين؟ كيف نحن نقدر نحافظ عليهم ونربيهم؟ طبعا هي اختنا دي ما قصرت ربت ولادها لدرجه انه مشوا قروا وتخرجوا
كان المفروض إنه دايرين يتزوج يشاوروا أمهم يقول يا أمهم نحن الحمد لله تخرجنا وجزاك الله خير ربيتينا وعلمتينا وهسه اشتغلنا دايرين نتزوج يشاور أمه. حتى كان اختار له بيت في المحل الفلاني يجي يشاور أمه ياخذ رأي ياخذ رضاها والأم دائما مهمتها أنها تسعد بزواج ولدها. وهسه علم ما تقولها ولدنا داير عيوني فيها الموي أشوف جديدك أشوف سعدك أشوف زواجك دي أمنية الأمهات. يبقى هنا الولاد ديلا يعني ما عملوا خاطرهم من الاثنين يتزوجوا واحد يتزوج لغاية ما ولد وما كلموا أمه بل أم سمعت من برا الثاني برضو يتزوج وما كلموا برضو أم سمعت من برا ده يعني كسر أقرب الأقربين له يعني أي يبقى نصيحة للأولاد ديلا إذا سامعيننا ترجعوا تعتذروا لأمكم وتسلموا عليها وتطلب منها العفو وتعتذر اعتذار شديد. ونصيحة لكل شباب إنك يا أخي مشاورة الوالدين في الزواج دي مهمة جدا ورضا الوالدين في الزواج مهم جدا لأنه رضا الوالدين من رضوان الله وأنت دار تبدأ حياة جديدة مع امرأة جديدة يبقى في الحالة دي لابد يكون المبدأ بتاع الزواج دي يكون مؤسس عليه رضا من والديك يدوك ويدعو ليك ويتحنوا بيك ويدعو ليك دعاء الوالدين ده مستجاب. يبقى نكرر نصيحة لكل الشباب البنات والأولاد أنت دار تتزوج لابد في المقام الأول تأخذ رضا والديك. نعم. طيب معنا أخ ضفع الله العبيد يا مرحب. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال؟ مرحب بك. زيكم زي الشيخ. الله يبارك. نعم تفضل. زي الشيخ محمد كيف حالك؟ الله يبارك فيك. الله يطول عمرك كيف الحال؟ الحمد لله. يا أخي عندي سؤال لو سمحت. تفضل. نعم. طبعا نحن هنا في دول الخليج برا هنا رواتبنا بتنزل في البنوك. نعم. أي. نعم. كويس. وبعدين البنك يعني بياخد بيديك فايدة على المرتب. أيوة. نعم. كويس. وبعدين البنك بياخد فايدة يعني منك وبعدين المرتب إذا ينزل عندك في البنك تلقائيا بتلقى المرتب زايد شوية وإنت ما عارف البنك هل تجارة أو مضاربة في البورصة أو في الأسهم يعني. فبنزل من الحتة دي الشرعية يعني. نعم. هي كويس. هي طبعا المعروف عندنا يا أخي في البنوك وحسب المعلومات اللي عندنا إنه جميع البنوك عندنا في السودان بسنة قانون إنه يمنع التعامل بالربا. نعم. في كل صوره ممنوع التعامل بالربا. وفي لجنة كبيرة اسمها لجنة الرقابة الشرعية في كل بنك. وفي لجنة عليا ترس اللجان دي اللي في بنك السودان. عندنا الحمد لله في السودان التعامل بالربا ممنوع. هو في قطر. أي ما جايه هسه هو في قطر وأنا ما بقدر أضمن هل البنوك في قطر بنوك شغالة زي بنوك السودان ما بتتعامل بالربا والله لا. إذا كانت بتتعامل بالربا زي البنوك اللي في أوروبا يبقى الفايدة بيدوك يا هدي تعتبر قرض جر منفعة تعتبر ربا نفس الربا المحرم بنص القرآن. طيب المخرج شنو المخرج أنت أسأل إذا كان البنك ده من البنوك الربوية بتتعامل بالربا ما تأخذ الفايدة دي. طيب أنا بقول شي لازم تتخطى في البنك خلاص أنت قروشك اللي بتتبرد للبنك أكتبه المبلغ شهري كده ما هي كانت كده شهري كده بعد كده لما تيجي تسحب لقيت الفايدة الزايدة دي أسحبها وزعل المساكين لكن ما تدخل على نفسك. نعم. شكرا جزيلا الشيخ الجليل محمد أحمد حسن على حسن الإجابة لمشاهدينا الكرام. نأمل أن نجدد لكم التحية واللقاء مرة أخرى إن شاء الله الأسبوع القادم والتحية لكل الزملاء الذين قاموا بالتنفيذ المباشر لهذه الحلقة على أمل اللقاء مجددا إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.